الاهلي يقدم عرضا جيدا ويفوز على الاتحاد بثنائيه مقابل هدف واحد. الاهداف لبدر بنون من ضربه جزاء ومحمد مجدي قفشه من راسيه رائعه واحرز الصباحي هدف الاتحاد الوحيد في الوقت بدل الضائع. كابتن شريف الف مبروك، فوز مستحق واداء جيد من النادي الاهلي. الف مبروك يا كابتن ايمن، وفوز مستحق وفوز مهم في وقت مهم جدا قبل مباراه الزمالك. الحقيقه لازم تستعيد ثقه بثلاث نقاط مهمين جدا، يعني اللي احنا نقدر نتكلم عليه كنا بنتكلم فيه كلنا واحنا بنتفرج على المباراه، انك انت عندك الضغط، عندك الاستلام، عندك التحركات اللي احنا كنا بندور عليها في الشوط الاولاني. هو ده اللي عمل لك التميز كله، هو ده اللي عمل لك التمريره الجيده من مروان وبينالتي، وبعدين بتلعب جول من احلى الاجوان، بترجعني لذكريات اللعب بتاعك اللي هو من على الاطراف والعرضيات والدخول 2-3 لعيبه جوه ال 18 عشان يجيبوا جول، تبقى من نصيب قفشه اللي عنده النحراره، عنده الكارج، عنده الشجاعه، عنده الشخصيه. النهارده اللعيبه كلها النهارده بتضغط، اللعيبه كلها حاسه بالموقف اللي حصل في الكام مباراه اللي فاتت. هو ده النادي الاهلي الحقيقه اللي انا اتفرجت عليه الشوط الثاني، كان يقدر يجيب جول واثنين وثلاثه ويعزز خمس اهداف الحقيقه، مش هدفين بس، رغم الهدف اللي دخل فيك في الدقيقه 92 فهو هدف بيترجم برضو الحقيقه ان لعيبه النادي المصري نادي الاتحاد عندها كارج، برضو عندها وجود وبتلعب جيم مفتوح، وعندها من اللعيبه اللي تقدر تروح بيها على الناحيه الثانيه وتقدر تجيب اهداف. ف بالنسبه للنادي الاهلي انا لن اتنازل غير عن روح دي الحقيقه بعد كده، واللعيبه هي المسؤوله عن كل ده. يمكن التدوير اللي بيعمله المدير الفني هو يعني اعلم بيهم من اللعيبه اللي هي مرهقه. اللعيب النهارده انا بشوف صلاح محسن، ديك بيجي لك فرص يا صلاح النهارده تقدر تترجم منها وجود، تقدر تجيب منها الاهداف. لما نزل محمد شريف فرق كتير قوي، الحاجات دي كلها لازم تروح للجهاز الفني. المباراه الجايه مهمه برده جدا، اهم من اي مباراه ثانيه. فاللعيبه عندها، اللعيبه انا بتتحرك لبعض، اول ما انا بستلم الكوره والاقي تحركين اثنين ثلاثه بختار الاميز، بختار الاخطر وبلعبها. التحركات الناحيه اليمين لدرجه النهارده محمد هاني خلاص، يعني ديانج ومحمد هاني وسوليا النهارده الحقيقه مجهود فوق العاده. وحط ديانج على جنب، ديانج ده بالظبط طبعا حط ديانج على جنب وبقيه الفرقه. الجول الاولاني 46 متر بيجري فيه ديانج في الملعب، ده انا عايز اجيب معدل الجري بتاعه. ده لو جيت هتلاقيه جاري النهارده 12 13 كيلو لوحده كده في المباراه. ف قمه التوفيق الحمد لله في الشوط الثاني النهارده، رجوع الثقه الحمد لله النهارده، اهداف وتقدر تجيب جون واثنين وثلاثه. ضيعت هارد لك لبنون في الجون الثاني اللي هو يعني كان بخطوه او اقل من خطوه كان ممكن يبقى ثلاث اهداف واربع اهداف وخمس اهداف. فاحنا بنشكر اللاعبين النهارده على الشوط الثاني ده، انما هو ده اللي المفروض يبقى هم فيه في كل المباريات. لازم يحسسك دايما انك انت جوه 18 الخصم، انت اللي بتضغط. اللي عجبني النهارده الضغط على الخصم، ما فيش حد اتكل على حد، حتى التعبان بقى بيدوس على نفسه الحقيقه النهارده. وشفنا حاجه كمان النهارده يعني ما نقدرش ننكرها، العداله التحكيميه من الكابتن محمود البنا. محمود البنا ده حكم الحقيقه عالمي، انا كنت اتمنى ان هو يحكم المباراه الجايه كمان. تاني؟ هو تاني، بس هو جابه لك بقى النهارده. بس ده اللي احنا طالبينه. يعني احنا عايزين الشكل ده في المباراه الجايه. بالظبط. يعني يبقى واحد زي محمود البنا كده بيخليك اعصابك هاديه، ما فيش اي حد ما بياخدش حقه. حتى ضربه الجزاء ما يعني ما احتاجش ان هو يروح يبص في الفار ولا يعمل اي حاجه. فاحنا حاليا وما زلنا بنتكلم ان انت كان مهم جدا انك انت تكسب الثلاث نقاط دول. مظبوط. فرقوا معاك كتير قوي، مهما حصل في اي حته ثانيه، تميز في اي حته ثالثه، فرقتك الفرقه اللي بتنافسك كسبت، انما طول ما انت بتكسب، طول ما انت بتهز اي حد بيلعب جنبك، انت اللي بتبقى متفوق، انت اللي عندك الامكانيه انك انت تبقى الاول على طول. صحيح. هو ده النادي الاهلي. صحيح. فان شاء الله يبقى المباراه الجايه باذن الله بنفس الشكل، بنفس الاحساس اللي انا شفته من اللاعبين، ان انا بتفرج وانا مش قلقان. ايوه. بتفرج عارف ان شاء الله هيبقى في جول، هيبقى في مكسب باذن الله، لان دي روح اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده. بس سؤال بقى يعني بص معانا لقطه كمان على الشاشه يا كابتن شريف، عد اللعيبه بقى يعني. بص لعيبه النادي الاهلي وضغطين من قدام على الاتحاد، وعمار معاه كرة فيها ثلاثي، وفي واحد كمان قريب من كره راجع، يعني حتى الضغط معمول بالظبط. انتشار بالظبط، في انتشار جيد جدا. عايز اقول لك الحاجه، مش كل حاجه المدير الفني هو اللي بيقولها، لا. احساس اللاعب نفسه ان في لعيب اتضرب في المنطقه دي، بجري انا اغطي. هو ده، هي دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها
كنا كلنا بنتكلم علاء وبلال واسامه. النهارده دي اللي فرقت. وانت في مواقف في الملعب محتاجه تفكر شويه، محتاجه فكرك، محتاجه وجوه، محتاجه فرديتك، محتاجه فنياتك، محتاج التيشيرت بتاعك انت لاعب، محتاج ترجع. خدت بالك؟ مش هي مش انا في اي وقت، فاكر لما كنا نقول ايه، مش كل مره هتسلم الجره، لا مش عشان النادي الاهلي ففي اي وقت اكسب. احساسك بالمكسب في اي وقت ده انت اللي بتصنعه. صحيح. انت اللي بتدي الثقه لما بتروح في منطقه جزاء الخصم. صحيح. لما بتضيع كوره واثنين وثلاثه اذا انت تقدر تروح. صحيح. فهي دي اللي بتدي الفرقه كلها الزحف، بتقدر تطلع يقدر يرقص في اي وقت، يقدر يباصي، يقدر يعمل عرضيه، عنده ثقه في الفيرود اللي قدامه، عارف امكانيات الفيرود اللي قدامه. هو ده اللي كان مطلوب النهارده الحقيقه، والحمد لله ان احنا توفقنا بعد مباريات فيها ضغط كبير قوي. ايوه صحيح. كابتن علاء الف مبروك. يمكن النهارده ظهرت شخصيه نادي الاهلي. يمكن احنا كنا بنتكلم الفتره اللي فاتت على الكور العاليه ان احنا بنلعبها يعني بدون اي فائده. النهارده ابتدى النادي الاهلي يمسك كوره، يضغط من بدايه المباراه، يفرض شخصيته من بدايه المباراه. كان في اصرار وتركيز وعزيمه من بدايه المباراه على ان احنا ناخد الثلاث نقط النهارده. اللي فرق معاك النهارده دايما روح اللعيبه. صحيح. اللي هو ما ينفعش النادي الاهلي يبقى في ولا بالشكل ده ولا بالاداء المباراه السابقه كده خالص. من بدايه انا بلعب عشان اكسب. على فكره يعني غالبيه الفريق بتاع النهارده هو اللي بنوا عليه بيب حسين لعيبه مجهده. أيوة. بس النهارده هم ناسيين كل حاجه، ولا اجهاد ولا حاجه خالص ولا تعب. انا النهارده بجري في كل مكان في الملعب، بضغط زي ما كابتن شيف بيتكلم. النهارده كميه جري مش طبيعيه. يعني اما تيجي تتكلم على الجري وعلى المجهود وكده، خالد يانج لوحده خالص. مظبوط. النهارده ما شاء الله لوحده خالص في كل حاجه، دفاعيا هجوميا بيعمل كل حاجه صح في الكوره. يعني مزبوط. بيعمل كل حاجه اللي هو بتقول، يعني انت قاعد كده بتتمنى ان الكوره تلعب كده وهو بيلعبها. الجول عامله بطريقه ممتازه. دايما بنحب احنا لعيب الكوره اللي بيقطع مسافات بس طوليه مش بالعرض. نحن بنحب لعيب الكوره ايجابيه اللي قدام. طول ما انت بتجري بالكوره الطولي انت اخطر، انت شايف التحرك بتاع مروان، بيبقى عندك انت فرصه تعمل اكتر من حاجه. والهجمه دي ايمن جت على هجمه مرتده مقطوعه من نادي من لعيبه الاتحاد في نص الملعب اللي احنا اتكلمنا عليها. المساحه اللي بتبقى موجوده دايما في الوقفه الدفاعيه استغلالها ازاي؟ صح. استغلالها يا اما بتمريره طوليه صح على المرمى، او انك تجري بالكره وتلعب التمريره الصح اللي عمله ديانج. ايوه. مساحه جري كبيره قوي، مفيش حد بيقابل، عمل تمريره كويسه قوي، التحرك هاي لمروان وضرب الجزاء. صح. هدف. توقيت الهدف كمان كان مهم قوي في الدقيقه 50. مزبوط. بالنسبه لك لما الدقيقه 50 1-0 و55 2-0 صح، انت استريحت خلاص. ال 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 المسؤوليه اللي انت شايلها، انت بتادي وبتجري وكل حاجه، بس انت عايز هدف. مزبوط. كلام كله انت تعمله ده ايمن، كل ما الهدف بيتاخر انت بقى عليك ضغط اكتر. مظبوط. انا عايز الهدف اللي هيريحني انا ويبقى مجهودي اقل شويه. فانت جبت هدف في الثاني، فالامور تماما بقت بالنسبه لك يعني شبه منتهيه. لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي حاجه كمان، بعد 2-0 انت مفيش التراخي ولا الطريق وراه خالص. لا واضح. مزبوط. ان كل الكلام او كل السلبيات بتاعه المباراه السابقه الى حد كبير النهارده انت تغاضيت عنها تماما. مزبوط. يعني حته انك تجيب هدف وخلاص 1-0 المباراه انتهت، لا انت هدف في الثاني، لا وبتلعب وبتهاجم وضيعت فرص. محمد شريف لما نزل ضيع هدف. شكلك الهجوم موجود، كميه الجري زي ما بقول لك موجوده. انت النهارده عايز توصل رساله. اي فريق في العالم ممكن يحصل له الكاب ولا حصل الفتره اللي فاتت، وطبيعي في كره القدم مفيش لعيبه، مفيش فريق في العالم ما بيحصلوش كده، بيحصل. بس الفرق الكبيره العظيمه زي النادي الاهلي الموضوع ما بيطولش معاها. موضوع لا انا برجع بمكسب فريق كبير كمان، فريق الاتحاد فريق كبير قوي جدا، منظم كويس قوي. فانت كمان ما كسبتش فريق مثلا بيصارع على الهبوط، لا ده فريق محترم طبعا وعنده فرقه كويسه جدا. فبرضه النهارده تكسب فريق كويس، انت بادائك اداء مقنع. مش الاداء اللي احنا عايزينه التوب اللي احنا عايزينه، لكن الى حد كبير اداء مقنع. النهارده لما تيجي دايما كنا بنتكلم على السلبيات، اما تيجي تتكلم النهارده على الايجابيات، لا عندك ايجابيات كتيره جدا في مباراه هنتكلم فيها، لكن اداء مقنع جدا، مجهود هايل لكل اللعيبه، مكسب عن السحاق زي ما بيقولوا، واداء كويس قوي. بتمنى يا رب ان نكمل يعني خلاص الله. اللي حصل ده ممكن نقول كبوه حصلت، لكن ان شاء الله نكمل المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك النادي الاهلي. الله يبارك فيك. النادي الاهلي استحق الفوز وتفوق على الاتحاد لعبا ونتيجه. مظبوط. ده كلنا حاسينه من بدايه المباراه، رغم ان الشوط الاولاني ما فيهوش فرص كتيره خطره لغير يمكن اكتر واحده بتاعت حسين الشحات اللي قفشه لعبها له وحطها ومشي جنب العارضه،
لكن الإحساس إن الروح مختلفة خالص عن مباراة غزل المحلة، عن مباراة قبل غزل المحلة في أكتر من مباراة. كمية الجري كبيرة جدا، وكمية الجري هي اللي بتعمل لك حاجة مهمة في كرة القدم جدا، اللي هي بتخلق مساحات، خلق مساحات، لأن الكرة في نهايتها أنت بتحاول تخلق مساحات كبيرة في وسط ملعب الخصوم، في خط ظهرهم، عشان تخلق لنفسك فرص. وبالعكس في الدفاع أنت بتقفل كويس قوي عشان تضيق المساحات. فلو ما فيش كمية جري كبيرة، ده اللي كنا ملاحظينه في مباراة المحلة، أنت بتلعب 11 لاعب، ما أقدرش أنا أعول على ان اسامه. انت كنت متهيألي عايز الكره ديت بتاعت حسين الشحات اللي هو لعبها له قفشه، اللي هي كانت مفاجاه زي اللي اتكلم عليها كابتن علاء بيهوب بين الشوطين. ما هي دي يمكن اخطر كره في الشوط الاولاني، رغم ان احنا قلنا كنا مسيطرين وشكلنا افضل، لكن الخطوره ما كانتش كبيره قوي. هي دي اخطر واحده، تحرك كويس قوي من حسين الشحات، ومجدي قفشه برؤيته التمريرات البينيه عملها. وهو الجون بصراحه في الكره دي قفل عليه بسرعه قوي. هو حطها، حاول يشيلها من فوقيه، بس هي فتحت منه شويه فمشيت جنب القائم الايسر. هو تصرف لما تشوفها في الماتش الحقيقي يعني تحس ان صبحي قفل عليه بسرعه قوي. يعني هو حاول يشيلها بس فتحت منه شويه. يعني هو كان تصرف سليم منه ولكن ما وفقش فيها. فانا بقول لك ان كره القدم 11 لاعب، ما اقدرش انا زي غزل المحله يبقى ديانج بيجري بموت نفسه وإلى حد ما قفشة واثنين ثلاثة وفي تمانية كميات الجري بتاعتهم قليلة قوي. طب أنا هتفوق على الفرق اللي قدامي إزاي؟ ما هو أنا لازم أجري وأتحرك عشان بفتح زوايا تمرير لزمايلي، بخلق مساحات زي ما أنا بقول. فالنهاردة ده واضح أن ده الأهلي تغاضى عنه من بداية المباراة، رغم الخطورة القليلة في الشوط الأولاني. الشوط الثاني قلنا في الشوط الاولاني صلاح محسن وحسين الشحات ومروان وقفشه، وان كان حسين اكترهم كان حركه الشوط الاولاني، كانوا حركتهم في وسط المدافعين بتوع الاتحاد كانت قليله. أي. فما بيخلقوش مساحات كويسه. أي. بدايه الشوط الثاني حصل العكس، وتوقيت الجون فرق. صحيح. يعني من الحاجات اللي فرقت كتير جدا النهارده في الماتش انه تقريبا بعد دقيقه من الشوط او دقيقتين مروان اتحرك تحرك كويس قوي، جت ضربه الجزاء فتحت الماتش وخلت الاتحاد يتغاضى شويه عن الكثافه الدفاعيه اللي كان عاملها، وفتحت نفس لعيبه النادي الاهلي. فقدرنا نجيب الجون الثاني على طول بعديها بثلاث اربع دقائق، فابتدت بقى المساحات تتفتح وجالنا فرص كتيره كان ممكن نخلص بيها. ويعني حتى الاستحواذ النهارده كان جيد. يعني غير الفرص كمان والكميات الجري كويسه، الاستحواذ، لان برضو دي نقطه كانت من النقط اللي النادي الاهلي في المباريات الاخيره افتقدها. كان اللعب على طول طويل طويل طويل، انت بتلغي نص الملعب وبتلاقي ثلاث اربع مهاجمين بيتكتلوا في ال 18. خلاص ثلاث اربع مهاجمين بيتكتلوا في ال 18 وكرات طويله. الكرات الطويله دي انت بتحتاجها. صحيح. بتحتاجها احيانا، ولكن ما انا بقول لك احيانا ما يكونش اسلوب اللعب كده. وجبنا منها جوان، لكن مش هو ده الاسلوب اللي تلعب بيه 90 دقيقه. مظبوط. فالنهارده فوز مستحق واداء جيد وثلاث نقط غاليين جدا قبل مباراه الزمالك. صحيح. كابتن بلال الف مبروك. يمكن من بدايه المباراه انت دايما بتقول البدايه اول ما تركبها انا بعرف من الكره المشتركه. صحيح. مظبوط. كانت روح الفريق كمان باينه قوي من بدايه المباراه. يمكن احنا قلنا الشوط الاولاني كنا محتاجين جول، ولكن تحس ان النادي الاهلي ممكن يجيب جول في اي وقت. مظبوط. صح. بص خليني اقول الاول مبروك للاهلي. النهارده عملنا حاجه مهمه جدا جدا، انك كسرت حته ان الفرق اللي قدامك تطمع فيك، ودي صحيح. حاجه مهمه جدا جدا جدا. يعني دايما الفرق مظبوط. الابطال لما بتيجي تلعب قدام فرق مش عايز اقول صغيره ولا فرق اقل منها، فدايما الفرق دي بتبقى عندها الروح القتاليه العاليه، الرغبه في المكسب، الرغبه في اداء مباراه جيده جدا جدا قدام النادي الاهلي. لما بتبقى متعسر الكلام ده بيزيد عند الفرق الصغير، بيبقى بيزيد بشكل كبير. بص يا كابتن احمد، احنا معانا الاحصائيات اللي كنا بنتكلم عنها. بص مثلا نسبه الاستحواذ 66 مقابل 34 للاتحاد. التصويبات على المرمى، احنا سددنا على المرمى النهارده 16 تصويبه، اربعه من 16 على المرمى نفسه. والنادي الاتحاد تسعه، أربعة منهم على المرمى. الركنيات احنا الأهلي أربعة، الاتحاد ستة. الأخطاء برضه تحس النهارده إن الأخطاء أقل كتير من المشاهد اللي فاتت. بص، ما أنت لما بتأدي بشكل جيد
بتبقى انت يعني مسيطر على كل مجريات المباراه بشكل كبير. لسه حواس بيبقى معاك، الشوت اون تارجت عندك، الارقام بتاعتك حتى في الملعب، ارقام الجري، معدلات الجري، لو انت هتجيب معدلات الجري بالنسبه للعيبه هتلاقيها بالنسبه لك، بالنسبه للعيبتك افضل النهارده. زي ما قال كابتن علاء وقال كباتن النهارده، فرقه النادي الاهلي كان فيه شخصيه في الملعب، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي مش بس خد بالك في الكره المشتركه، لا كمان في الاداء. النهارده انت استغنيت عن الكرات الطوليه اللي هو مش اسلوب النادي الاهلي، مش الاستراتيجيه اللي بيلعب بيها النادي او اللي بيعتمد عليها. الفرق الكبيره ما تلعبش كرات طويله، الفرق الكبيره ما تعتمدش على الكاونتر اتاك طول ال 90 دقيقه، لا الفرق الكبيره تستحوذ، الفرق الكبيره تخلق فرص من على اطراف الملعب، من قلب الملعب زي ما حصل في الهدف الاول. الهدف الاول من قلب الملعب، تحرك جيد، باص فيها سنس عالي جدا من اليو ديانج، لعيب مان اوف ذا ماتش بالنسبه للمباراه النهارده، مكتسح. عنده امكانيات وعنده قدرات عاليه جدا. مهم جدا يبقى عندك لعيب الميد فيلدر بتاعك عنده سنس في الباص، يقدر يعمل اسيست، ده مهم جدا جدا، تفرق مع الفرق الكبيره. يعني الفرق الكبيره انا دايما بقول ما ينفعش تلعب باتنين ستة ما عندهمش الامكانيات والقدرات اللي يقدر بيها يصنع هدف او يسجل هدف، صعب جدا، بتخسر اتنين لعيبه. لكن لما بقى عندك واحد زي عمرو السوليه في وقت من الاوقات يقدر يسجل في ماتش انبي ويصنع اهداف، واحد زي النهارده اليو ديانج يقدر يصنع اهداف في مباراه مقفوله زي مباراه النهارده، ده بيفيد الفرقه الكبيره وبيفيد النادي الاهلي بشكل كبير. صحيح. زي ما قلنا الضغط على فرقه الاتحاد انك ما تديهمش مساحه يشتغلوا فيها يتحركوا فيها، انك انت النهارده كل الكرات المشتركه بالنسبه لك مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. صح. الحاجات اللي فيها تشالنج دايما انت اللي بتاخدها، وده اللي خلاك تتفوق النهارده على الاتحاد. شفنا حاجه من فتره ما شفناهاش برضو، عرضيات من ناحيتين. ما لسه هتكلم على الهدف الثاني طبعا. الهدف الثاني الهدف الاول اختراق من العمق، الهدف الثاني من على اطراف الملعب، وكان ممكن تسجل بيها هدف برضو الشوط الاول. برافو. يعني انت عملتها الشوط الاول وعملتها الشوط الثاني اجاد حسين الشحات فيها. يعني النهارده لما بتستغل الامكانيات بتاعتك البسيطه بتقدر تصنع الفارق. يعني حسين الشحات النهارده واحده الشوط الثاني عملها، تحرك بشكل جيد جدا مجدي قفشه، بقى سكند سترايكر او بقى راس حربه تاني، خلاص الكره اتسهلت بالنسبه لك، ودي تقدر تشتغل عليها بشكل كويس، وكان الاهلي بيعتمد عليها وقت كتير جدا مع علي معلول. ما احنا قلنا كلنا ما الكره سهله اهي. الكره بسيطه جدا لما كل واحد بيعرف قيمه وقدراته يا كابتن. النهارده لعيبه الاهلي عارفه قيمه وقدراتها وعارفه ان المباراه صعبه جدا. انت برضو بتلعب الاتحاد زمان كابتن علاء فرقه كبيره، فرقه بتلعب على المربع الذهبي. زميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن سامي قمصان معانا طبعا، المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، مباراه كانت غايه في الاهميه لان احنا عندنا مباراه الزمالك بعديها، والخوف على طول ان اللعيبه يكون فيه تفكير شويه في مباراه الزمالك، لكن واضح النهارده تركيز كان كبير، التحضير في فتره قليله كانت مهمه جدا. ببارك لك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. تحيه طبعا لكابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت مباراه عصيبه جدا، يعني صعوبتها طبعا المباراتين الاخفاقين اللي فاتوا، يعني كان مهم جدا ان انت ترجع تاني للانتصارات، واللعيبه كانت مضغوطه جدا الفتره اللي فاتت، وطبعا كل الناس عارفه الظروف ايه، يعني مش هنقعد نكررها كل مره يعني. لكن الحمد لله زي ما انت قلت، الحمد لله استعدينا كويس وقدرنا نفصل اللعيبه، والحمد لله اعتقد عدينا مباراه جيده واحرزنا ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني تدينا دفعه كويسه وتدينا ثقه تاني للعيبه، ونقدر نساعد ان شاء الله المباراه الزمالك ان شاء الله. اللي جوه المطبخ مش شايف الضغط الكبير يا كابتن سامي، يوم تمرين سفر، يوم تمرين سفر، يمكن كل الناس عايزه اداء من النادي الاهلي، بس لكن احنا بنقول واقع مش مبررات يا كابتن سامي، لكن هو واقع، والواقع ده مأثر اكيد بشكل كبير على الجهاز الفني، مش عارف يعمل ريكفري للعيبه بشكل كبير، وعلى اللعيبه كمان مش قادره تاخد نفسها. الامر ده بتتعاملوا معاه ازاي في ظل الضغط ده الكبير ده؟ بص خلينا اقول لك ان ده مش في مصر بس، يعني في كل الدوريات العالم. يعني بص حاله برشلونه وحاله ريال مدريد وحتى البايرن اللي كل الناس كانت بتضرب بيه المثل، نفس القصه في كل الفرق، باريس سان جيرمان، كل الفرق معرضه، حتى عندنا في الدوري. بص المنافسين بتاعك بيراميدز والزمالك، فدي حاله واقع ما فيش حد يقدر يتجاهله يعني، لكن واقع، لكن خلاص بقى امر واقع لازم تتعامل معاه يعني. لكن احنا بنقول ان حاجات كتيره دي اول مره، اي مدرب في العالم عمره ما مرش بالمرحله دي، يعني اي حد عنده خبرات يقدر ينقلها لنا، دي حاجه كويسه ان احنا نتعلم منها. لكن اعتقد ما فيش مدرب في العالم مر بالمواقف اللي زي دي، اللي انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، بتلعب ضغط رهيب، ضغط عصبي، منافسين بيبقوا مريحين اكتر منك، حاجات كتيره جدا، اصابات بتحصل لك، فحاجات كتيره بتحصل، يعني انت بتحاول توجد لها حلول،
زي النهارده نفس القصه، بتحاول تعمل روتيشن كويس، بتحاول تجهز لعيبه عشان عندك مباراه مهمه جدا، اللي انت تدي الايمن دقايق عشان ماتش الزمالك وماتش سان داونز. في حاجات كتيره جدا احنا بنفكر فيها، يعني اوقات كتيره ساعات ربنا بيوفقنا فيها، وممكن في اوقات ما بيبقاش فيه توفيق يعني. لكن احنا عاوزين دايما، وكل مره بكرر ان اللعيبه دي محتاجه دعم، مهما يكون في اخفاق. كلنا بنبقى مقدرين مشاعر جماهير النادي الاهلي، عارفين ان جمهور النادي الاهلي مش متعودين على كده، لكن اللعيبه دول بشر، لازم مهم جدا اللي انت يعني تراعي الضغط اللي بيحصل دوت. يعني انا شفت تصريح من يومين للكابتن فهيم عمر، هو بيتكلم على الحكام ان توالي الماتشات وضغط الماتشات مأثر عليهم وعلى قراراتهم، فما بالك في اللعيبه اللي بتعمل مجهود اكتر وعصبيه اكتر وبيصمم، اللي بتلعب على بطولات كبيره وبتلعب تحمل مسؤوليه تيشيرت كبير زي تيشيرت النادي الاهلي. فاعتقد الامور دي صعبه يعني، لكن محتاجين من جمهور النادي الاهلي دايما الدعم، لان اللعيبه محتاجه كده فعلا. مش هقول لك المنظومه كلها، لكن اللعيبه اكتر ناس بتتاثر بالكلام دوت، لان هم يعني خلاص ما فيش حد دلوقتي بعيد عن كل حاجه بتحصل في الدنيا. السوشيال ميديا مسهله لكل حد، وما فيش حد يقدر يستغنى عنها. ما تقوليش لازم تفصل ولعيب، ما فيش حد بيقدر يستغنى عنها. احنا كل الناس كده، في ناس بتقدر تفصل شويه بس، لكن ما تقدرش تتغفلها يعني. فاتمنى ان شاء الله ان دايما الدعم من جمهور النادي الاهلي. اللعيبه ديت مش عاوزين نغفل حقها الفتره اللي فاتت دي كلها والبطولات اللي عاملينها، لكن لازم تبقوا في ظهرنا، لازم تدعمهم اكتر. واعتقد ان النهارده الحمد لله بدايه كويسه، رجوعهم كويس، لعيبه بدانا الحمد لله برده، اللعيبه المصابه ترجع لنا، ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه ان احنا واحده نكتمل ان شاء الله. النهارده ايمن رجع هو تاني الحمد لله، خد دقايق، بدر موجود، متولي ان شاء الله موجود، علي معلول ان شاء الله يرجع، جونيور يرجع، انت حمدي نفس القصه. لا لعيبه كتير اعتقد لما ترجع هتاثر علينا وعلى شكلنا وعلى المنافسه. لكن النهارده برده مش عاوزين نغفل اللعيبه، ادت مباراه كويسه، وحيد النهارده عامل مباراه كويسه جدا، ياسر، اليو، صلاح محسن عمل اداء كويس، مروان النهارده عمل شغل كويس جدا. فاعتقد الحمد لله برده دي من الاجابات اللي عاوزين دايما نبني عليها يعني. شكرا شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي مصن مدرب فريق النادي الاهلي. كلام مهم جدا يا كابتن ايمن، والحقيقه انا اخد من كلام كابتن سامي للمرحله اللي جايه محتاجه دعم ومسانده قويه جدا من جمهور النادي الاهلي. عندنا مباراه غايه في الاهميه امام فريق نادي الزمالك، ضغط كبير واجهاد كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني بيحاول يحضر للعيبه بدنيا وذهنيا وطبيا وفنيا، فمجهود كبير جدا على كل الجهاز الفني واللاعبين. لكن ان شاء الله باذن الله بالمسانده والدعم الكبير اللي متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل خطوه خطوه باذن الله، نقدر نتصدر بطوله الدوري العام، ومنها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد، اتفضل كابتن بلال كمل كلام. فبنتكلم على ان النادي الاهلي مع فرقه زي الاتحاد، فرقه كبيره مش فرقه صغيره بتلعب على المربع الذهبي، فمعنى ان انت تكسب الاتحاد في اسكندريه. خد بالك الفكره برده مش فكره مكسب بس، الفكره فكره النهارده الاتحاد طول ال 90 دقيقه مفيش فرصه حقيقيه على المرمى. الاهلي نجح النهارده ان هو يقفل على خطوط لعيبه الاتحاد في النواحي الهجوميه، لان فرقه الاتحاد من الفرق المميزه ان هي بتقدر تصنع فرص، بتقدر تخلق فرص، بتقدر تسجل، عندهم لعيبه عندها امكانيات ومهارات عاليه جدا، حتى كمان الامكانيات والمهارات الفرديه قدر النادي الاهلي يوقف اللعيبه اللي عندها الامكانيات والمهارات. رجوع بدري بنون لخط الظهر ادى ثقه لخط الظهر النهارده، وضع طبيعي، لعيبه عنده امكانيات، عنده قدرات، لعيب قائد، ودي تفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. لعيب لما يكون عندك لعيب قائد في النواحي الدفاعيه بتفرق، كمان حتى التوجيهات بتاع ليه للعيبه بتاعه نص ملعب، ممكن نادي على السوليه في كوره، نادي على الو ديانج في كوره، يكلم هاني، يكلم محمود وحيد على التغطيات العكسيه، يكلم ايمن اشرف زي ما شفنا كان في واحده برده ايمن اشرف عملها بشكل جيد لما راح بنون. اللعيبه دي اللي عندها خبرات بتفرق في النواحي الدفاعيه بشكل كبير جدا جدا. فالنهارده الاهلي تميز دفاعيا بشكل كبير، كون ان انت ما تديش فرصه لعيبه الاتحاد ان هم الحاجات المميزه فيهم او الشغل اللي بيشتغلوه على اطراف الملعب انه ما يبقاش عندهم امكانيه وقدرات عاليه انه يشتغلوا بيها من على اطراف الملعب، فده نجاح للنادي الاهلي النهارده. صحيح. فالفكره مش ان انت كسبت فقط لمجرد ان انت كسبت، لا، انت كسبت باداء جيد، كسبت النهارده بروحك العاليه جدا. صح. كسبت النهارده وانت عامل جيم دفاعي جيد جدا 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 بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب او على اطراف الملعب. ممكن يكون محمود وحيد ما عملش الدور الهجومي بشكل كبير قوي، ولكن في الدور الدفاعي اجاد النهارده محمود وحيد. صحيح. حتى محمد هاني كمان ممكن يكون برده احنا ما شفناهوش في ادوار هجوميه كبيره في الشوط الثاني، لكن الشوط الاول اجاد برده فيها، الشوط الاول برده قدر يقفل طرف الملعب بتاعه، وده بتبقى حاجه مهمه جدا جدا. الحاجات بقى اللي ما بين الفرق ما بين الهافات وما بين الباكات اللي هي مثلا التغطيه الزياده الرجوع دي عملها النادي الاهلي بشكل كويس. صحيح. اللي كان بيعمله النادي الاهلي برده جيد النهارده ان اللعيبه كلها كانت بتشال 45 ياردة، ما كانش الملعب مفتوح قوي، ما كناش بنلعب في حوالي 60 70 متر،
دي كانت مشكلتنا برضو في بعض الماتشات اللي فاتت. النهارده كنا بنلعب في مساحات مقفوله، ودي خلتنا النهارده في ادائنا الدفاعي بنعمل اداء جيد، خلتنا حتى كمان في ادائنا الهجومي بنعمل اداء جيد، لان الفرقه كلها بتتحرك مع بعض. قدرت ان انت حتى كمان يعني تشتغل طول ال 90 دقيقه، ودي كانت برضو مشكله النادي الاهلي في ماتشات كتيره، انك انت كنت بتشتغل 45 دقيقه وال 45 دقيقه التانيين كان بيبقى عندك مشاكل فيها بدنيه، لكن النهارده قدرت بتشتغل لحد الدقيقه 90 في الشوط الثاني وانت مجهودك جيد يعني. صحيح. عموما هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار حول احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، هنروح سريعا دلوقتي لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجد التحية ليك طبعا من جديد كابتن ايمن شوقي، كابتننا الكبار، كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم في توقيت مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، عندنا طبعا مباراه الزمالك القادمه، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد، كانت مهمه جدا المباراه النهارده وتحضيرها كان مهم جدا، لكن الحمد لله على الفوز وعلى النتيجه. بتشوف الجيم النهارده ازاي وحابب تقول يا كابتن سيد بعد الفوز النهارده؟ اقول الحمد لله طبعا، يعني فوز مهم مع فرقه يعني عندها رتم عالي جدا جدا في الاداء، ومقدمه موسم الى حد كبير جدا كويس بالتاكيد يعني، وكمان يسبق مباراه القمه. يعني زي ما قلت هي مرحله مش سهله، ان شاء الله الرحمن نختمها بمباراه الزمالك باذن الله بشكل كويس، هنقفل على الصفحه اللي فاتت بكل ما فيها بقى، بكل حلوها وبكل مرها، لكن مهم ان احنا نفوز، ومهم ان احنا يبقى عندنا افضليه في اللقاء. يعني هنعسكر ان شاء الله الرحمن من بعد بكره، عشان عندنا مباراه مهمه جدا جدا جدا، ان شاء الله الرحمن نحضر لها كويس ونستعد لها كويس، ان شاء الله الرحمن ناخدها بشكل كويس قوي عشان نختم المرحله ديت ونخش على دور الثمانيه في افريقيا باذن الله. يمكن الجهاز الفني بيحاول يشتغل بكل جهد يا كابتن سيد، لان الضغط كبير جدا بالنسبه للمباراه، الدوافع باللعيبه ازاي، الرغبه ازاي، بيتكلموا ازاي مع اللعيبه الفتره؟ كل ما بنعدي بنكسب، يعني كل ما بنعدي ايام بنكسب لعيبه، لعيبه كانت مصابه، لعيبه مؤثره، لعيبه عندها خبرات وعندها امكانيات وعندها فروق كمان بتاديها، هيرجع لنا في الفتره اللي جايه ممكن بعد 5 6 7 ايام ممكن يبقى عنصر او اثنين ان شاء الله الرحمن، بعد مباراه الزمالك وبعد مباراه سان داونز، يعني ما بين المباراه الاولى والثانيه هيبقى في عنصرين كمان داخلين ان شاء الله الرحمن، وده بيدي لك قوه. يعني خلينا نقول بس ان المرحله اللي فاتت كانت مرحله يعني شهدت حاجات كتير قوي، نقفلها بكل ما فيها، مهم ان احنا نخش ان شاء الله الرحمن ونختمها واحنا بافضليه في عدد النقاط ان شاء الله. كل اللي تركيزي وكل اللي هقدر اقوله في الوقت الحالي ان احنا من بعد بكره ان شاء الله الرحمن هنخش معسكر تحضيري مهم جدا، هنقفل على نفسنا بشكل كويس، هنستعد بشكل كويس ونختم المرحله مع الزمالك ان شاء الله الرحمن، وبعدين نخش على مباراه سان داونز. تحب تقول للعيبه قبل المباراه الهامه، مباراه الزمالك انا عارف مش محتاجين رسائل، لكن لابد تحفيز ولابد الرغبه كابتن سيد من قيمه كبيره جدا زي الكابتن سيد عبد الله. اقول لهم دايما الامر يعني توفيق ربنا طبعا سبحانه وتعالى في الاول، لكن دايما بيبقى في ايدك، الامر في ايدك، انت هتخش بشكل كويس، هتخش بتركيز، اوعى تفتقد حاجه هي اللي مميزانا. ممكن في بعض الاوقات ما نبقاش احنا الاعلى فنيا، في بعض الاوقات بتبقى يعني في فروق مختلفه عندك ولا حاجه، لكن انت بجدعنتك وروحك واصرارك وعزيمتك بتعوض حاجات كتير جدا جدا. صحيح كان عندنا غيابات كتيره ومؤثره ومهمه في الفرقه، لكن احنا دايما بنراهن على الروح بتاعتك، اوعى تفتقدها، اوعى تهزك اي حاجه، خليك بالشخصيه القويه جدا، حتى لا قدر الله لو مفيش توفيق بس شخصيتك موجوده واساسيه ومؤثره. يعني برضو هقفل الصفحه مش عايز اتكلم فيها كتير يعني، لكن كل اللي انا اعرفه وكل اللي انا متاكد منه كل اللي هنقوله، احنا عندنا يعني 4 ايام اول مره نشم نفسنا سنه يوم زياده يعني ان شاء الله، من بعد بكره باذن الله على طول هنخش معسكر مغلق، هنقفل على نفسنا بشكل كويس قوي ونستعد لختام مرحله مهمه ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا بكل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيئه للنادي الاهلي. فوز يا كابتن ايمن كان مهم جدا زي ما اكدنا، لان يمكن انت عارف النادي الاهلي كان في بعض النتائج خلال المباريات الماضيه، لكن بالاصرار والجديه وشخصيه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل. تحدي كبير تحدي المباراه القادمه هي مباراه الزمالك، ان شاء الله يكون التحضير جيد في ظل ضغط المباراه الرهيب اللي بيمر على بطوله الدوري العام وتحديدا النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن شريف، عايزين نتكلم عن تغييرات النهارده. يمكن التغيير الاول كان ايمن اشرف مكان ياسر ابراهيم في الدقيقه 60، وطاهر محمد طاهر مكان حسين الشحات في الدقيقه 60. اول تغيير انا حسيت ان هو عايز يدخل ايمن اشرف في المود بتاع المباراه، عشان المباراه الجايه ان شاء الله يعني، وده لعيب مهم جدا بيسند عليه في الباك ليفت او بيسند عليه في العمق الدفاعي جوه. نفس الشكل بالنسبه لطاهر محمد طاهر، عايز برضه يدخله بشكل هجومي وينقل الملعب كويس قوي ويدي روح اكتر ناحيه اليمين مع محمد هاني. الحقيقه انا حسيت محمد هاني تعب شويه كمان، ولو ان حسين النهارده اتحرك كتير
حسين اتحرك كتير. حسين الشحات انا بيني وبينك كنت فاكر ان اللي هيطلع صلاح محسن مش حسين الشحات. هو ساب صلاح محسن اداله فرصه كبيره قوي النهارده لاقصى حد في الملعب ان هو يقدر يلعب امكانياته هاي. يقدر لصغر سنه يقدر يعمل موفينج بتاعته اللي بيعملها ناحيه الشمال يساعد في العمليه الهجوميه هاي. في اهو دي كره لحسين لعيبه طوليه ده الجون دي الفرصه اللي ضاعت دي الفرصه اللي ضاعت يعني افضل من افضل الكرات اللي دي الكره بتاعت حسين يعني هو بدا الهجمه وراح كمل فالحقيقه هو النهارده عنده رغبه هو متغير النهارده كمان صحيح. عنده تركيز عنده تحركات بيروح ناحيه الشمال وناحيه اليمين انا ما شفتش صلاح محسن النهارده زي حسين الشحات ما عندوش الجرأه ان هو يبقى متحرر اكتر هي. في الملعب معدل الجري عند حسين النهارده كان اعلى من كابتن ايمن بص يا كابتن ايمن كام لعيب في الاتحاد 8 بس انت يعني وانت اربع لعيبه عشان انت بس متحرر تحررت يعني كان في تحرر رؤيه الملعب كمان بالظبط تحرر وباص سريع الباصات كانت سريعه جدا وانت تحررت وتحركت بسرعه جدا فاجئته زي ما الكابتن قال هو فقدرت ان انت تصنع نفسك فرصه برغم ان انت بتشتغلي 4-8 في الحته دي انت بتبحث ازاي تجيب هدف في وقت بدري عشان تجوه جوه الجيم وما يحصلكش كل الماتشات بتجيب هدف ما تعرفش تغطيه النهارده جبت الهدف وجبت الهدف الثاني وعندك الرغبه انك تخلص المباراه ما بقاش فيه يعني عشان كده لما دخل فيك هدف في اخر توليت بقى خلاص انت اللي مسيطر حتى بعد ما جبت الهدفين انت اللي عندك الاحساس انك انت ممكن تجيب اكتر من هدف تغييرات الحقيقه عملت فارق ريحت لعيبه انا شايف محمد هاني كان خلاص كان لازم يطلع قبل كده ب 10 دقائق كمان عمل مجهود كبير قوي صحيح. وربنا يبارك لنا في ديانج يعني مش هقدر اقول اكتر من كده ان هو العمود الفقري الحقيقه في ده برده موقف بص طول ما اللعيبه دي معانا استحواذ كل ده استحواذ بص بدايه الهجمه اهو بيروح له اثنين ممكن نقف هنا بعد اذنك مثلث لا اللي احنا كنا بنشوفه الماتشات اللي فاتت كره طوليه على طول كره طوليه على طول بص الاستحواذ والسيطره بص النهارده ما حدش بيطلب الكوره وما بتزهقش بص اللعيب بينزل من على الخط ولعيب ثاني بيخش في العمق ولعيب واقف تحت اي استخدام او اي تفكير هيقدر هو يشتري يبقى مفيش ميس باص هنا بصوا في هدوء وتحرك ما بنفقدش الكوره بسهوله ما بنلعبش الكوره الطوليه العاليه في نفس الوقت انت لو لعيب اخترق من ناحيه تانية تقدر تعمله ثرو باس سهل قوي زي البينالتي اللي دخل لنا في الشوط الثاني في اول مباراه نكمل بص الجري والضغط كمل ضغط وضغط عشان نجيب الكره اللي اتقطعت مننا خلي بالك الكوره بص يا كابتن علاء برده في اول دقيقه 6 ديانج كان فين وراح كمل كمان وشاط الكره المباشره دي اللي مسكها محمد صبحي دي اللي كان بلال بيتكلم عليها طبعا هي دي بص يا كابتن التحول السريع من انت كره افتقدت الكره فانت رجعت بسرعه انك تضغط في المنطقه الاماميه دي هي دي بص ده ستايل الفرقه الكبيره الفرق الصغيره انا اسف يعني تمام انك لما الكره بتتقطع بترجع زون ديفنس ترجع نص ملعبك عشان تبتدي تقفل عشان ما تديش فرصه للخصم ان هو يبني هجمه لكن انت الفرق الكبيره دايما مكان ما الكره اتقطعت بيبقى 2-3 زي ما شفت يعني دي هجمه يعني ده دي انا بعتبرها هجمه نموذجيه لان انت اول ما افتقدت الكوره كان في 2-3 مين اللي شغال مين اللي بيضغط مروان محسن اللي بيضغط مروان محسن ومحمد هاني اتباصت اتلعبت راحت لديانج فعمل التصويبه بتاعته اللي بيحصل ده احمد لازم يحصل في طول ما نص ملعب الخصم صح مظبوط طول ما انت لو انت بتهاجم وطول ملعب الخصم انت بتعمل الضغط في المكان نفسه انت بالنسبه لك قريب للمرمى بتاعهم صح كويس بتقطع الكره بسرعه ما بتجريش بعيد عن المرمى ما بتجريش كتير مجهودك مبقاش قوي جدا بالعكس انت اما اعمل بص يا كابتن ديانج هنا كمان كمل ديانج بص ايمن وحش ما شاء الله لعيب الكوره هو ده الهدف الهدف الاولاني لعيب الكوره اللي هم يعني دايما في لعيب الكوره بتفرق مع فرقها صح بقول لك من يعني من مميزاته الكوره دي اللعب الطولي الجري الطولي صح. اي حد ممكن ده كان ممكن وسامش وكان ممكن استنى وخد واحد على واستنى ولعبها بالكره عرض لكن ده لعيب كوره استلم شايف وبيجري فين شايف المساحه مزبوط. ما شاء الله عنده قوه بدنيه ممتازه الحلو بقى كمان ايه ان كل ما بيزق زقه هو بيفكر يعمل ايه صح يعني بص يا هو زق الكره مثلا مرتين صح. قبل ما يلعب التمريره دي صح. لو حد كمان غير ديانج بص زقه الثانيه بص بدا هنا خلاص يعني هو زق مزبوط. واحده خد القرار هنا بدا يبص الثانيه خد القرار كان ممكن حد على فكره ممكن لو ديانج لعبها على الطرف بره كانش حد هيلومه لكن هو لعب التمريره المؤثره يعني بص وبعدين في حاجه حلوه قوي في الهجمه دي كثافتك العدد الهجوم بتاعك ممتاز كبير اربعه يعني في ثلاثه ناحيه اليمين وتمام محمود وحيد كان مكمل ناحيه الشمال برضه هنا كابتن عايز ادي مروان محسن طبعا التحرك بصراحه وبص هو مروان ما اتحركش ايمن
غير في بعد الزقه الثالثه على ديانج. يعني لو رجعتها تاني ممكن ارجعها تاني لو سمحت، رجعها بس تاني هنا كملها بقى. بص كمل كام، بص واحده ثانيه بقى هنا صح. بدا مروان يتحرك بس إيه؟ هو اللي اوحى لديانج انه يلعب سلو باس. بقول لك هي كلها الفرق الكبيره، ما هي دي لعيبه كبيره ليه؟ ولعيبه في النادي الاهلي لازم يكون في رابط يا ايمن. مظبوط. طول ما ديانج بيقطع بالكره جاري لقدام، مروان عارف امتى هو اتحرك. لو اتحرك بعد اول لمسه بدري قوي، بدري قوي ممكن يبقى اوف سايد، لكن هو ما كانتش هتبقى مؤثره خالص. لكن ديانج بيعمل اللمسه ورفع عينه، وده طبعا مش سهل على فكره، ده عايز واحد لعيب كوره صح عارف بيعمل ايه. مزبوط. مع كل لمسه انا بشوف ايه الاخطر. انا بقول لك لو لعبها لحسين الشحات بره ما كانش حد هيلومه. أيوه. كان يقول لك حلوه بصه حلوه. لكن هو حسين هيعمل ايه؟ أيوه. عرضيه. طب ما انا ليه ما فكرش في الاصعب او صح. الاصعب صح. بس ايه الاخطر اللي هو مروان. انت عارفك مروان كمان اي واحد مكان ممكن ديانج ما كانش ممكن يباص الباص، كان ممكن يروح بيها كمان. معانا ارقام ديانج اهو كمان يا كابتن. بص ما شاء الله يعني التمريرات الصحيحه 79 من 90 قطع كره الملعب الخصم 5 من 7، قطع تمريرات 8، مراوغات صحيحه 3 من 3 ما شاء الله. ماشي يعني حاجه نجم ده يعني في ماتش النهارده حاجه رائعه جدا. بص ايمن كل ده عشان في حاجه واحده بس. انت النهارده مش عايز تخسر المباراه. ايوه الكلام ده كله مش للبداية. مش ديانج لكل اللعيبه فريق، فكل واحد النهارده بيبذل اقصى جهد عنده. هو متضايق. أيوه. اللي هو في الاول ايه، احنا بنتكلم بقول لك ايه، انت مش محتاج حد يحفزك. انت التيشيرت اللي انت لابسه في النادي الاهلي دي تحفز اي حد في الدنيا. فهو ده النهارده الحاجه الاساسيه، ان انت لعيب النادي الاهلي ما ينفعش المباراه السابقه بقى كده. صح. ممكن مستر موسيماني تدخل فنيا حته اللعب الطويل اللي كان عليها كابتن شريف. مزبوط. وما ينفعش يبقى عندك الناس في نص الملعب عندها المميزات دي وكلهم لعيبه متنوعه اذا كان بيتكلم بلال، وتلعب كور طويله. رجع النادي الاهلي النهارده لاول حاجه قبل اللعب وكده، روح النادي الاهلي، روح اللي انا لازم اكسب عشان النادي الاهلي. صحيح. اللعيبه كلها النهارده انا متاكد ايمن لو هيجروا 120 دقيقه وعايزين يكسبوا كانوا عملوا كده، ومفيش حد انا تعبان. صحيح. النهارده انا متاكد اللعيبه النهارده بعد المباراه هتلاقيهم مبسوطين وفرحانين ومفيش حاجه اسمها تعب، لان صحيح. دايما الفوز باقناع ما بقاش فيه تعب. صحيح. كابتن اسامه نخش بقى على تقييم الخطوط، نبدا بمحمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ومحمد هاني. اولا محمد الشناوي طبعا هو الجون الاول في مصر، ومش معنى انه في مباراه او اخرى اخطا فيها، لكن انت بتتكلم على واحد من اكتر لعيبه مصر والنادي الاهلي ثبات في المستوى. لان اللعيب الكبير لما بتدي له 30 ماتش او عدد كبير من المباريات بيعمل منهم معظم الماتشات كويس، ولما يجي يخطا في مباراه مش مشكله. النهارده فاول جابه كويس قوي، ماتشات كويس من السيتر اعتقد جابها كويس، كوره عرضيه طلع خدها كويس. صح. فهو كان من الناس المميزه. بالنسبه لخط الظهر طبعا بدر بنون فرق كتير جدا في الثبات، اللي عنده ثبات انفعالي عالي جدا، عنده تمرير جيد جدا، رؤيه فعلا بيدي ثقه لخط الظهر، ما بقوش متوترين. بتحس لما بدر ما بيلعبش في كده هزه، في لخبطه، بدر بيدي ثقه. صحيح. بيعرف يبدا الهجمه من تحت، فطبعا ممتاز. هاني عمل شوط الاولاني بذل فيه جهد كبير، وطبعا هو الظهير الايمن بتاع النادي الاهلي ما فيهاش كلام، يعني مجهوده قل بالطبيعه لانه بقاله فتره مصاب. ونزل وكلنا قلنا انه المفروض ينزل اكرم او بيكم يكمل اخر ثلث ساعه. لكن ادى بشكل كويس. ياسر برده النهارده ادى بشكل كويس، يعني احسن من المباريات اللي فاتت. وحيد الشوط الاولاني كان يعني مش متحرك قوي. الشوط الثاني تحسن اداؤه كتير. صحيح. وخاصه لما جبنا الجون الاولاني والثاني فالخطوط اتفتحت وخد ثقه وابتدى يعمل جبهه كويسه ناحيه الشمال، ما كانتش ظاهره كويس الشوط الاولاني مع صلاح محسن. عامل السوليه وديانج. ديانج طبعا نجم المباراه طبعا، ما يعني طبعًا. من اول المباراه الاخيره هو الافضل. عمرو السوليه افضل كتير من مباراه غزل المحله. الاثنين كانوا مسيطرين على وسط الملعب. صحيح. تمريرهم جيد، مجهودهم كويس. صحيح. لكن طبعا ديانج هو نجم اللقاء. كابتن بلال الخط الامامي صلاح محسن، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، ومروان محسن. الاداء جيد النهارده، الاداء جيد لان الارقام بتقول كده. احنا دايما في الاول وفي الاخر يعني بنحتكم من الارقام. يعني النهارده حسين الشحات صنع هدف، مجدي قفشه مسجل هدف، مروان محسن صنع هدف،
يمكن اهو دي كورس حسين الشحات وتحرك هايل من محمد نجدي. خد بالك من بدايه الهجمه من بدايه الهجمه تحرك جيد عمرو السوليه حسين الشحات. صح اهي بدايه الهجمه. دي بدايه الهجمه. بص اللي استلم هنا عمرو السوليه وكلهم بالحركه. وده اللي كان بيتكلم عليه كابتن اسامه النهارده. عمرو السوليه النهارده يمكن افضل باداء وافضل بكتير جدا من المباراه اللي فاتت. بص لما الاثنين ميد فيلدرز بتوعك يلعبوا الكرات الطوليه الكرات اللي قدام بيبقى في خطوره للنادي الاهلي. أيوة يمكن ده حسين الشحات وقف على الكره بشكل كويس وباصت لعمرو السوليه. عمرو السوليه اعتقد بالظبط عمرو السوليه. وعمرو السوليه باصها طبعا لحسين الشحات. راح تاني وتحرك كويس من لمسه واحده اتلعب بشكل جيد. مجدي قفشه مكمل كان هدف حقيقه. صحيح. هدف رائع. صحيح. برضو يعني شبيه للهجمه المرتده. ماشي. كانك بتعمل هجمه مكمله بس شبيه. الكلام بلال في الحته دي بص الزياده العدديه 103 واحد واخد القريبه ومجدي جاي في النص. مزبوط. وفي العمق واحد جاي من الرغبه. طبعا الرغبه عايز اجيب هدف. طبعا الرغبه. فعايز اقول حسين الشحات صنع النهارده. مجدي قفشه سجل هدف النهارده. مروان محسن برده صنع النهارده هدف النهارده. تحركه في البنالتي رائع جدا جدا جدا. الربط اللي اتكلم عليه كابتن علي مايوب رائع جدا ما بينه وما بين اليو ديانج. انت في حاجات في الملعب بتبقى بتاعه اللعيبه مش بتاعه المدير الفني. صحيح. انا ببقى عارف امكانيات وقدرات زميلي. عارف هل ممكن يديني الكره في مساحه بشكل كويس فيها دقه ولا مش عارف. هتحرك هيلعبها لي ولا مش هلعبها لي. هي دي الحاجات اللي بتفرق لعيب عن لعيب. وهي دي الحاجات اللي كابتن علاء الفاليو بتاع اللعيب نفسه القيمه بتاعه اللعيب نفسه فكره داخل الملعب امتى اتحرك امتى عارف زميلي امكانياته وقدراته عامله ازاي. النهارده في الكره بتاعه مجدي قفشه خلاص هو حافظ حسين الشحات هيلعب الكره في القلب لان حسين برده مش من اللعيبه اللي بتلعب الكره الطوليه. فتحرك تحرك جيد في ال 18 بالتالي كانت فرصه بالنسبه له يسجل هدف. صحيح. الربط ومعرفه قدراته وامكانياته. كان لازم ابقى عارف كابتن علاء امكانياته ايه. مهاري لعيب بيلعب الثرو باسز يعني امكانياته قدرات اللعيبه واقدر استغلها بشكل كويس. هو ده الذكاء بتاع اللعيبه. هو ده الذكاء اللي لعب عليه مروان محسن النهارده. صحيح. في البنالتي اللي جابه. ماشي. صلاح محسن يمكن بقاله فتره بعيد اتمنى له انه يرجع بشكل كويس في الماتشات اللي جايه. متفقين جميعا ان نجم المباراه النهارده اليو ديانج. ديانج وتحركات لاعبي النادي الاهلي والضغط على الخصم والروح دول الاساس. والروح نقول نجم المباراه هو التحركات والضغط. طيب. على المنافس. طيب. حاجات بقالي كتير. طيب. نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر منورنا. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مهوب كابتن اسامه عرابي وكابتن احمد بلال. اهلا بيك كابتن. نورك كابتن. في البدايه قبل ما نروح لطاقم التحكيم وقبل ما نروح للحالات التحكيميه سريعا بنقول ايه يا كابتن ايمن. بنقول ان حكم مباراه النهارده البنا في اربع نقاط مهمين جدا هتكلم فيهم سريعا وهو نمره واحد. اولا البنا من الحكام اللي هي بتشتغل على نفسها كويس قوي. والنهارده لما حضرتك تلاحظ ان هو ما راحش للفار ولا مره. ده المطلوب من حكام كابتن علاء انك انت تنزل المباراه تنسى ان في فار وتبتدي تشتغل على نفسك. تحرك التمركز والقراءه والتوقع والقرارات الفنيه والانضباطيه. يعني نمره واحد نقول تعيين الحكام ومدى اختيار الحكام. حتى لو انا بقرر الحكام ما عنديش مشكله. حتى لو انا بقرر الحكم المساعد كابتن احمد ما عنديش مشكله. انا المهم ان انا انجح المسابقه بتاعتي باختيار الحكام الافضل لاداره المسابقه. كابتن مش همشي بالدور لا اشوف الحكام اللي هم متميزين وهبتدي اديهم في المباريات. بنتكلم النهارده في التعاون الايجابي والمثمر ما بين الحكم وطاقم التحكيم او الحكم وطاقم الفار كابتن اسامه. مفهوم تطبيق مبدا اتاحه الفرصه من فضلك النهارده. البنا النهارده مش عاوز امجد فيه قوي لكن ادى درس ازاي امتى يتيح وامتى ما يتيحش. من خلال الحالات النهارده هنشوف تحركات هنشوف القرارات الفنيه والانضباطيه بمعيار واحد زي ما قلنا. المعيار الواحد بيريح الدنيا كلها كابتن ايمن. صح. بحسب الخطا هنا هو هنا بطاقه صفراء هنا بتبقى هنا بطاقه صفراء. فبنقول نشوف الحالات ونعول. عندنا طبعا محمود البنا الحكم الدولي رقم واحد. عندنا مساعد رقم واحد سمير جمال منطقه القاهره وهاني خيري ايضا من الحكام المتميزين منطقه القاهره ومجدي خاطر كان الحكم الرابع. الفار كان في وائل فرحان ومحمد يوسف وحكام كبار. حكام كبار. يلا هنروح للحاله الاولى ونشوف مدى التميز من الحكم المساعد هاني خيري في ستوب. شوف التكنيك بتاع الرايه. هو رفع بايده الشمال. هنا انا كحكم عرفت خلاص ان طالما رفع بالشمال هحسب المخالفه ناحيه النادي الاهلي. نشوف هنا المخالفه موجوده وتكنيك من هاني خيري وامتياز هاني في التعاون ما بين الحكم والحكم المساعد في الاخطاء القريبه اللي طبقا للقانون الحكم كان متميز فيها.
نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف. يمكن دي الحاله الوحيده كابتن يمكن انا رصدتها كابتن ايمن كابتن علاء اللي كان يجب فيها هنا احتساب مخالفه، لان اللي نجح في لعب الكره هنا هنشوف هنا كمل على كان هنا مروان محسن نجح في لعب الكره، وبالتالي كان في مخالفه من المدافع نادي الاتحاد، وبالتالي هنا كان يجب احتساب المخالفه، ولكن البنا هنا خلى اللعب يتواصل وخلى اللعبه تمشي. تمام، نمشي نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف. يلا شوف، هو هنا سمح، وبعدين نمشي تاني كده سمح باستمرار اللعبه كابتن ايمن كابتن اسامه، هو هنا مشى لعب. هنا في مخالفه، مظبوط مخالفه موجوده، ولكن هنمشي شويه، هنمشي لان هي كره راحت النادي الاهلي، وبعدين اتنقلت هنا، لا ان هنا الفرصه ما هيش هتفيد اللاعب اللي تم ارتكاب ضد الخطا، رجع واحتسب المخالفه من ورا، وبالتالي هنا كان القرار قرار صحيح باحتساب المخالفه من الخلف. يلا نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف نفس الشيء. الشحات تم مسكه هنا، وبالتالي هنا اتاح الفرصه ورجع احتساب المخالفه. ده المبدا اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو مبدا تطبيق اتاحه الفرصه ومفهومها الصحيح للحكم. نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف. ستوب كابتن شريف، شوف هنا الحكم والرياكشن والبوزيشن اللي هو غيره، وشوف هنا الايد. بص هو هنا واخد القرار، بص هو فينا كابتن، بص نمرة واحد التمركز الصحيح، نمرة اتنين القرب من الحدث، نمرة تلاتة مفيش تردد ابدا ابدا في ان هو يحتسب المخالفة، وقراره كان قرار صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات عشان قريب يا كابتن الكورة. بالظبط كابتن احمد بالظبط، ده اللي احنا بنقوله. ازاي كابتن احمد زي اللاعب خطوة خطوة بيجري خطوة خطوة مع ديانج. ازاي كابتن احمد انت حتى كنت مهاجم، وكابتن علاء وكابتن شريف كنتوا كلكم لعيب، ازاي تختار المكان المناسب عشان تقدر انك انت تعمل لعب ايجابي. هو هنا البنا نشوف الحالة تاني من اول، انا بقول الكلام ده حالة تعليمية للحكام ازاي تاخد التمركز الصحيح في احتساب المخالفة. وبالتالي بص هنا كابتن البنا فين اهو، البنا جاي من تحت اهو، والشد طبعا واضح جدا جدا، وهنا حتى كمان الفار كونفيرم لقرار الحكم، ما راحش بقى شاف والكلام اللي احنا بنشوفه كتير ده، وهنا ركله الجزاء كانت ركله جزاء صحيحه لصالح حسين مروان محسن، نتيجه المسك الواضح ما بين مدافع نادي الاتحاد ولاعب المهاجم اللي بعده. هنا برضك نفس الشيء، هو هنا بدر بنون راجل رايح في هجوم واعد، تعطيل هجوم واعد، وهنا بالمسك رجع هنا ادى البطاقه الصفراء، ودي المعيار اللي احنا بنتكلم فيه، معيار صحيح للبنا في المباراه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هذه الحاله حاله من حالات التسلل المركبه، حالات من الحالات، حاله صعبه جدا جدا كابتن ايمن. هنقف بس راحه اللمس، لحظه اللمس، هرجع تاني معلش هرجع هنا لحظه اللمس، كل دي كره ثابته، وهنا المساعد هنا، بس ارجع تاني سنه بس صغيره. هنا الموقف هنا كابتن سليم جدا جدا جدا، ما عنديش تسلل، اخر مدافع من الاتحاد هو هنا مغطي. دي اتلعبت مرتين، يعني هنا لو هي راحت مره واحده جون من هنا ما كانش عندي مشكله، ولكن هنا في اللعبه الثانيه هنا المهاجم اللي هو زميل اللاعب اللي هو بدر بنون، هنا يمكن بدر سابق بجزء من القدم، طبقا للقانون هنا الحكم هاني خيري صعبه جدا جدا ان هو يعني يكتشف. ايوه يكتشف، وهنا هاني خيري امر باستمرار اللعب، ورجعنا للفار. دي حاجه الوقائع اللي هي مكانيه الحقيقيه للفار اللي هو بيدخل فيها، وبالتالي هنا كان القرار صحيح. اخر حاله عندنا، وانا بس هبين حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، يعني اللي احنا قلناه في البدايه، نشوف حاجه من وراه، نشوف 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 التحرك، نشوف التحرك هو جاي هنا ازاي، وبعدين عمل تكنيك في تنويع في اسلوب الجري، خرج من محيط اللعب وابتدى يرجع تاني، يعني انت بتعمل هجوم معاكس وبترجع تاني في الكونتر اتاك، ترجع تاني تبقى مع التحرك، تحرك وتمركز وقراءه جيده للمباراه، ده اللي احنا عاوزين نشوفه كابتن احمد في الحكام. يعني من فضلك لو سمحت، هو ده المستوى اللي احنا نتمنى الحكام كلها تبقى تشتغل عليه، او حكام بمناسبه معدلات الجري كابتن، حضرتك كنت بتقول ان معدلات الجري كمان عند كابتن محمود البنا عاليه، انا بقى عايز اقول كمان ان معدلات الجري النهارده بتاع ديانج كانت 12 كيلو، وده معدل عالي جدا 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 لعيب الكوره. مفيش شك النهارده ديانج طبعا زي ما حضرتك قلت ما بيتحركش بالعرض بس يا كابتن، النهارده عليه عرض كبيره جدا جدا، ويمكن استخلص وقطع وكده، والبنا النهارده ايضا وطاقم تحميل كابتن شريف يمكن يتفق معايا على اداء الحكام النهارده، ده اللي احنا بنطلبه. تميز
التميز. ده اللي احنا طالبينه يا كابتن. بالظبط كده، واحنا نتمنى طبعا التوفيق تاني للجنه الحكام، واحنا من هنا كابتن ايمن اخر حاجه بنقولها داعمين الحكام ولجنه الحكام، واحنا بنقول لما بتختاروا طاقم تحكيم حلو على مستوى عالي الدنيا كلها بتبقى مرتاحه. نتمنى ان المستوى دوت الحكام في المباراه اللي جايه ان شاء الله لا يقل عن هذا المستوى باذن الله. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم الكبير كابتن نصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاتحاد والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. حابب نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن. الف شكر كابتن ايمن ومبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن نورتنا. شكرا ايمن ومبروك للنادي الاهلي، وفوز كان مهم ومقنع وان شاء الله تبقى المباراه القادمه احسن كمان باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عربي الف شكر يا كابتن نورتنا. شكرا ليك ومبروك للنادي الاهلي الاداء والنتيجه، وان شاء الله عقبال ماتش الزمالك الجاي باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال نورتنا ومتعتنا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن ايمن ومبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق النهارده للنادي الاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.